أكد مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني آزاد حميد شفي أن تسلمه هذا المنصب يأتي ضمن حرص فخامة الرئيس مسعود بارزاني على أهمية الكرد الفيليين وتوحيدهم في بغداد والمحافظات. وقال المسؤول الجديد للفرع الخامس بعد إجراءات التسليم واستلام المهام إن المسؤولية كبيرة جدا، معبرا عن أمنياته في النجاح بمهام الجديدة وخدمة الكرد الفيليين من أجل إنصافهم تنفيذا لتوصيات فخامة الرئيس مسعود بارزاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني كحزب عريق والفرع الخامس ومن أحزاب اللي ناضلت من أجل كردستان والشعب العراقي والديمقراطية للعراق. وطبعا حزب الديمقراطي الكردستاني والفرع الخامس يعتبر قلعة من قلاع النضال للشعب العراقي، ونفتخر بوجود تاريخ عريق لهذا الحزب الذي ناضل من هنا من بغداد وقارع النظام البائد. وبعد سقوط النظام نذكر الكثيرين من الأخوة والأخوات اللي قادوا الفرع بنجاح، وإحنا رسالتنا أن نكون دائما قريبين من مجتمعنا، ورسالتنا هي الأخوة والتعاون وتحقيق أهداف ورفع المظلومية عن خصوصا عن الشريحة الكردية الفيلية في بغداد وفي جميع العراق. طبعا أكو عندنا مجموعة من المشاكل وقرارات النظام البائد اللي لا يزال على صدور أبنائنا، ونحاول جهد الإمكان والتعاون مع الأعضاء البرلمان العراقي أن نعالج هاي المشاكل، ومنها مشاكل تعلق في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بخصوص المسافرين، ووزارة الداخلية بخصوص الجنسية وبخصوص تطبيق مادة 140، ووزارة الهجرة والمهجرين، والكثير من الملفات. فنسأل الله أن يوفقنا لخدمة شعبنا وخدمة جميع العراقيين وتحقيق الديمقراطية لشعبنا الأبي.